كان الامتحان الحمد لله يعني كتير حلو، ما توقعتش يعني يكون هيك. درسنا له دراسة أكتر من هو إجا يعني. الوقت كتير حلو، عاد الوقت يعني عاد وبزيد يعني معك، بتحل وبتراجع وبزيد يعني معك وقت وهيك. وإن شاء الله كل الامتحانات تكون الجاية أحسن وزي هيك يعني. الامتحان الحمد لله فضل الله جا سهل، والأسئلة جاتنا مباشرة، والأخطر بالذات الأخطر كله مباشر، والامتحان سهل يعني الحمد لله. الامتحان كتير حلو سهل والأسئلة مباشرة الحمد لله سهل، في سؤال تصعبت منه بس أنا في الآخر شيء. الامتحان كان كتير حلو، احنا توقعنا انه يكون يعني صعب زي ما عملونا رهبة وهيك، بس لا كتير كتير حلو الحمد لله. وحكونا انا ثلاث نماذج وهيك بس طلع حلو، وان شاء الله العام القادم يكون افضل من هيك، وتمنيت للكل بالتوفيق. لا الحمد لله بسيط الامتحان، كله مباشر، توقعنا يجي لف ودوران عشان نختار كله، بس كله جا مباشر من الكتاب، ما في شغلات بالحرف جت كليتها الحمد لله. على هوا توقعاتنا اول امتحان واول سنه بالنسبه لنا كان كثير صعب، وكنا كثير خايفين، وخلينا اهالينا برضه يخاف علينا، بس الحمد لله كثير كثير سهل، ويا ريت كل الامتحانات زيه. والله عن جد ما كنتش متوقع زي هيك، وان شاء الله بنجيب علامات كاملين في الباقيين. لا تمام، كانوا مباشر اسئلته، ما فيش فيها لف ودوران، ولكل المقاييس كان يعني على كل دماغات بيجي، يعني كل الناس تقدر تحله يعني.